يا عم عالج الراجل يا عم، مش شاطر خالص. انا اكشف عليه اعرف عنده ايه. ايوه اكشف عليه. ثانيه واحده اتفضل. ثانيه واحده ربنا يستر. ايه ده؟ اكشف عليه بقى. ماشي. ايه في ايه؟ ايه ده؟ يا ساتر يا رب. ايه في ايه؟ استنى لما اتاكد. ايه اللي ده؟ لا 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 لا. ايه؟ في ايه؟ اقفل المحبس؟ يا عم عمال ينقط. اقفل المحبس. يا عم عالجه يا عم. محبس ايه يا عم؟ اقفل المحبس. يا عم يلا. سودو ميت. يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. يا رب يا ولد يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت طلعت ده منين؟ انت طلعت ده منين؟ انا عرفت هو ليه عمال يقول اه. لا لا الواد مستحمل بلاوي. الواد مستحمل. بدلسه ده ما خاف يا كان اعظم. الواد ده هيروح مننا يا عم. ايه ده؟ الواد ده هيروح مننا. لازم نلحقه. هكتب لك ورقه تروح تجيب لي على طول ورقه الطلبات. امسك امسك دي الرياضيه دي بتاعت. اكتب عليها بس الطلبات. ايوه ماشي. انت بتكتب بايدك؟ ما تجيب قلم. طيب مش معايا. نتخيل نتخيل. يلا ها اتفضل. عايزين نفتالين؟ قصدك بتدين؟ لا نفتالين عشان الريحه تحت بكابورت. افتح بس. نفتالين. اه ها ايه تاني؟ محتاج ايه مع النفتالين؟ ايه مثلا محتاج شعر مثلا اللي هو الشاش ده والحاجات دي؟ لا انا معايا الشعر بتاع قعر الحوض ابقى الزق. ما علينا. ماشي. اكتب لنا 2 كيلو خيار. 2 كيلو خيار. 2 كيلو موز. لا بقول لك ايه طلباتك دي مش لا طلباتي طلب. لا الطلبات دي لا طلب ملوش علاقه بالاولانيين. لا طلباتك دي مقلقه. اخر طلب ملوش علاقه بالاولانيين. اتفضل. 2 كيلو قد. والله مهم مهم. ايه ده يعني ايه قتل؟ وما تنساش اهم حاجه عايزين لترين ميه سخنه بتغلي. لترين ايه ده ليه؟ هنرميها في القعر عشان نسلك الزور. تفاصيل كده. تمام تمام ماشي. ما تنساش وان شاء الله هلحقهولك. لا 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 انت بقول لك انت شكلك كده ما بتفهمش في الطب خالص. يا دكتور سنسون. ما قلتش حاجه انا حبيبه معلم. يا دكتور سنسون حبيبه معلمه. قلب عليك المنطقه كلها مش لاقيك. تحت امرك يا باشا. انا عايزك في عمليه كده في المختسي على طول يعني. في فين؟ في المختسي في السريع يعني. ماشي. انا دلوقتي الحنفيه عندي اللي في القهوه يعني بتنقط بقالها 15 سنه. لا الف سلامه. صعبت عليا بقالها فتره يعني. صعبت عليا انا كمان. عندها رشح. انا عملت زي ما انت قلت لي. لما لقيت عندها رشح رحت رافع مراخيرها كده حاطط لها في البتاعه يعني للحنفيه. لقيتها برضو بترشح. ما هي بتنقط. تحط لها نقط ما هتنقط اكتر. امال كان المفروض اعمل ايه؟ اديها البوسه. احط لها اللبوس منين؟ ما مش هينفع. في الكوع من تحت. ايه يا سونسو؟ كوع الحنفيه. هبص لك عليها. طب يلا تعالى يلا بينا بقى. يلا بينا. سيب طب والراجل اللي انت شايفه تعبان يا ده يا سيدي الاعمار بيد ربنا. هات لي الطلبات وارجع لك. تعالى على رأيك.